بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بالجميع، شكرا كثير على جيتكم، شكرا أنكم خصصتوا هذا الوقت لنفسكم، فنرفع قبعة التحية لكل شخص موجود معنا اليوم. أعرفكم تعريف سريع عن نفسي، أنا هبة جمال حريري، تخصصي دكتوراه في كونسلنج سيكولوجي، إرشاد نفسي. عندي ماجستير في علم النفس الطفل والإرشاد الأسري وعلم النفس المدرسي وخدمات الإرشاد. عملت يعني خلال إقامتي في أمريكا في أكثر من مجال تقديم خدمات الإرشاد النفسي والعائلي، سواء للأطفال المراهقين الكبار. عملت في أرلينتون بوبليك سكول في أكثر يعني من قطاع هنا. سعيدة بتواجدي معاكم. الدورة ما رح تكون يعني محاضرة، ما رح نتكلم كثير قد ما حنسمع منكم كثير، فبدنا تفاعلكم. أي سؤال يخطر على بالكم يعني مرحبا بكم في أي وقت ممكن تسألوا، أو ممكن نعمل كمان جزء بالأخير نجاوب على الأسئلة. دكتور بسام. السلام عليكم ورحمة الله. معكم أخوكم بسام عبد الرحمن البطحي أبو يوسف. عندي 3 أولاد، يوسف وأروى وصبا. الله يخلي لكم أولادكم. أنا من الكويت، اختصاصي طب عائلة، طب أسرة، جنرال براكتيشنر، وعندي ماجستير من جونز هوبكنز في الاستشارات الصحة النفسية للبالغين للكبار. طبعا مارست الاستشارات الصحة النفسية في أكثر من مكان. مهتم في السي بي تي كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي للعلاج المشاكل النفسية أو الاضطرابات النفسية كالتوتر والقلق والوسواس القهري وغيرها من الاضطرابات. فاليوم يعني أنا سعيد أني أحضر هذه الدورة علشان أتناقش معاكم وأشوف شنو أكثر الأشياء اللي struggling أو challenging you، يعني اللي تتواجهونها أثناء تربيتكم لأولادكم، لأن أدري أن كل واحد عنده هدف، خاصة في هذه الفترة، أن يوصل مع أولاده لأحسن المراتب وأحسن الأهداف. فعلشان تحقيق هذه الأهداف هناك كثير من العقبات، إن شاء الله بإذن الله اليوم راح نتناقش فيها ونشوف كيف نحل هذه العقبات. طيب قبل ما نبدأ محتوى الدورة، في فيديو لمدة دقيقة واحدة بس حابين نشوفه مع بعض، بس وإنتوا بتتفرجوا على الفيديو أباكم تسقطوه على عملية التربية بشكل عام لأطفالنا، وبعد كده بدنا نسمع تعليقاتكم عليه. حد حابب يعلق على الفيديو؟ طبعا من خلال يعني الكومباريزون بين تو بيرسون او شخصين بيبين انه الشخص الثاني يعني بيعاني من اضطرابات نفسيه، او بنسميها بالميديكال تيرم بوست تروماتيك ستريس سندروم، وهذا يعني شابتر كبير. وطبعا يعني في الصوره بيبين لنا كيف انه هو اضطراباته النفسيه بتاثر على مستوى الانتاج في العمل تبعه. طبعا هذه الصوره صغيره، ما زال اعطتونا اياها فور جست فور 1 مينيت. طبعا تنعكس برضو على علاقاته الاسريه، تنعكس على علاقاته في الشغل، تنعكس على حتى وهو راح يعمل شوبينج. انه هو فرق طريقه التربيه، اذا انت تربي والام او العائله كلها ريلاكس، هذا راح ياثر على الطفل، فتكون شخصيه الطفل اكثر ريلاكس، ممكن يشغل الشغل بإتقان بدون being under stress. الشخصية الثانية اللي هو he's working but he's like under a lot of stress and doing the work but like just like a big challenge. He doesn't know how to be able to do this challenge. That's just it's just a reaction to whatever he get at home. طيب في لاحظتوا شيء مفقود عند الشخص الثاني؟ يعني اللي فوق اللي يعني الشخص الأول والثاني عندهم نفس الأدوات وعندهم نفس قطع الخشب، بس اللي تحت كان فاقد شيء مهم، هذا اللي يمكن مسبب له العصبية.
السلام عليكم. دائما بدء العمل هو يبدأ بالأساس، وإذا كان الأساس متين ثبت البناء، وإن لم يكن متين وقع على رأس صاحبه. أي تعليق آخر؟ تفضل. الأول بدأ بخطة واضحة، كان عنده خطة مكتوبة مرسومة وماشي على بلان، الآخر كان يشتغل يعني عشوائيا. نفس الكلام، بعد أنه طبيعة استخدام الأدوات، يعني واحد يستخدمها بعصبية، واحد يستخدمها بهدوء. لو لاحظنا زي ما يعني، شكرا جزيلا لتعليقاتكم. الفرق كان ما بين الأول والثاني، مع أنه عندهم نفس الأدوات، لو لاحظين حتى لابسين نفس المريلة، متواجدين بنفس الورشة. الفرق أنه الأول كان معاه كتالوج، كان معاه كتاب، كان معاه علم ومعلومات، كان كل شوية يمشي خطوة بخطوة، فبالتالي كان متزن هادئ، مو خايف، لأنه عارف أنه هو ماشي صح. اللي تحت عنده كل شيء، لكن شيء واحد ما كان عنده هو الكتالوج، فكان ماشي على البركة، على فطرته، خليني أحط دي جنب دي واخبط المسمار، خليني أعمل دي جنب دي ويمكن يزبط. لكن اللي صار أنه زبط شوية وما زبطت شوية، وفي الأخير صح طلع الطاولة، بس طلع الطاولة مشوهة، ولو تحط عليها أي شيء ثقيل ممكن تنكسر. هذا اللي احنا بنشوفه في الإرشاد النفسي ومع الأطفال. لما يجيني طفل يعني مو قادر عصبي، ما يقدر يعني يوقف مثلاً قدام أصحابه ويدافع عن نفسه، أو مثلاً طفل بيكذب كثير، يعني مشاكل في هذا الطفل، يعكس إنه إلى أي مدى في كمية معلومات وكتالوج جالسين أهله بيتبعوها، أو معرفة بيستندوا عليها وهم بيربوا هذا الطفل. طبعاً في عوامل كثير تانية مو شرط، ولكن هذا هو العامل الأساسي اللي يعطي الوالدين القوة والتمكين والراحة. حتى يعني كثير من المشاكل نسمعها عن أطفال، بمجرد ما نشرح لهم إنه هذا جزء من نموهم وطبيعي، يهدأ الأب والأم. يعني مثلاً لما يقولوا 3 سنين بس بيكذب، لكن لما يعرفوا كيف إنه سبحان الله منطقة الخيال بالدماغ على عمر 3 سنين بتصير نشيطة، بالتالي هو ما بيكذب، هو بيتخيل، فالأهل يهدأوا وتعاملهم مع الكذب يصير صحي، فيقولوا له أوه أنت تخيلت، أنت تخيلت، ففعلاً يعني يغذوا الخيال ويوجهوا، بدل ما يقولوا له يا كذاب لا تكذب، بالتالي يأخذ وصمة عار على نفسه، لكن هو طبيعة نمو دماغه هو نشط في الخيال. وعلى هذا المثال قيسوا أمثلة كثير. فيعني للأسف كثير نلاقي يعني فكرة منتشرة بالمجتمع إنه نربيهم زي ما تربينا، أو على البركة نربي، ولا ونلاحظ ونسأل الأهل مرات كم كتاب في التربية قرأنا، كم دورة حضرنا، كم من المعرفة استزدنا. فإذا فقدنا هذا الشيء كوالدين، إحنا حنكون فقراء في التربية، بالتالي طبعاً حتواجهنا مشاكل، طبعاً حيكون الاسترس عندنا عالي أثناء التربية. دكتور بسام، تعليق؟ في إضافة، يعني دائماً من يعاني من القلق الأنكزايتي يكون عنده شيء أساسي وهو uncertainty، ما عنده تأكد من المستقبل، ما غير متأكد، غير واثق من مستقبل أطفاله أو مستقبل أخوه، غير متأكد من النتائج اللي قاعدة تصير لتربيته. فغالبا يقول لو أنا ربيت أولادي في هذه الطريقة شنو راح يكون النتيجة، لو أولادي عملوا صار عندهم أصحاب معينين أو تصرفوا بتصرف معين شنو راح يكون مستقبلهم، وين راح يكونون. الأنسرشنتي هذه، عدم التأكد من المستقبل، هذه تدخلهم في التوتر والقلق ويزيد عندهم القلق. شلون نقدر نشيل هذه الأشياء؟ يعني كيف نقدر نزيل هذه عدم التأكد من الهدف أو الطريق اللي نمشي عليه بالوضوح، اللي هو بالكتالوج اللي راح نمشي عليه، بالقراءة، بالعلم، بحضور الدورات، نقدر نتضح من الطريق أمامنا ونعرف الطريق اللي نمشي عليه. ومن أهم يعني الخطوات اللي دائما يعني كوالدين مهم إنه إحنا دائما يعني نمارسها مع نفسنا، وأنا شخصيا دائما كل مرة مع زوجي نجلس ونعمل ريفرش مرة تانية على أي مدى إحنا عندنا أدوات كتير قليل نحتاج نستزيد، اللي هو تقييم الوالدية. بين فترة وفترة نحتاج نقيم نفسنا، ونحتاج نعرف إنه أنا ناقصني شيء، أحتاج أزيد، أنا في نقطة عندي ضعيفة أحتاج أقوي نفسي فيها، في نقطة عندي قوية وأحبها في نفسي كأم أو كأب وأحتاج أني أنا أكدها على نفسي. حنوزع عليكم دحين اختبار، هو زي الأسسمنت، قيم نفسك،
هذا الاختبار ما حد حيشوفه غيرك وما حد حيشوفه غيرك، فقد ما تقدروا خلوا عندكم مصداقية وشفافية. هي أسئلة بسيطة، حاولي أنك تجاوبي أو تجاوب مو إيش نفسك، لا حقيقي الآن أنت هل هذه الجملة تنطبق عليك أو لا. بعد كده حتحسبوا النتيجة وحيطلع لكم يعني هل يعني حيطلع في الأخير تقييم لمهاراتكم الوالدية، وزي ما قلنا هذا الاختبار لكم واحتفظوا فيه يعني، فخذوا راحتكم. طبعا مهم جدا في أي خطوة نفسية الوعي. احنا دائما نشتغل ونعمل واحنا غير واعين لأشياء كثيرة نسويها. الأسئلة هذه ترفع عندك الوعي شوية وتخليك تنتبه لأشياء يمكن أنت تسويها ما كنت تدري أنك أنت تسويها، أو نقاط ضعف قد تطفو إلى السطح وتشوفها قدامك. فهذه الأسئلة شوية توعيك، تزيد عندك الإنسايت اللي هو الوعي في طريقة التربية. في نسخة بالعربي وبالإنجليزي، اختاروا النسخة اللي تريحكم وحاولوا أنكم تحتفظوا فيه بين فترة وفترة، يعني تقدروا ترجعوا مرة ثانية تقيموا نفسكم وتشوفوا إلى أي مدى في improvement، هل في يعني مناطق أنا تحسنت فيها، في أشياء أحتاج أشتغل عليها أكثر. طيب تقرأ لنا هي؟ طبعاً بالإنجليزي. تفضل. I let natural consequences do the teaching wherever feasible. طيب مرات أطفالنا يعدوا بمواقف خطأ أو تحدي يواجههم، وبفطرتنا كآباء أمهات على طول ندخل إصلاح، يعني على طول ندخل كده بالمنقذين، يعني يا ننصح يا نوجه. لكن مرات we should step back شوية ونخليهم يتعلموا من نفس الموقف. يعني مثلا خايفة تحكي، طفلي خايف يحكي مع المدرسة، أنا ممكن على طول أخذ الخطوة وأروح أنا أحكي مع المدرسة، وممكن أخليه هو يجرب نفسه، يتردد يروح، أول مرة حيخاف بس بعدين حيعرف إنه والله ما أكلتني المدرسة مش الحال. فهذا يعني natural consequences نخليهم يديله. أو ممكن حتى على الصعيد السلبي مثلا أخطأ في المدرسة وعاقبه، بدل ما أحميه من العقاب أخليه يتحمل مسؤولية الخطأ مثلا اللي صار. فهي قد تكون في أكثر يعني من جهة، لكن مرات نسمح لهم يتعلموا من الحياة بدون تدخل دائم يعني في المواقف. هل في أي نقطة حابين نفسرها نشرحها؟ تفضل. الإشكال في بعض الأسئلة إنه بعض الأطفال أنا عندي أربع أولاد، ثلاث بنات وولد يعني. ففي بعض الأسئلة I have to take a weighted average، لأن مثلاً عندي بنتي الكبيرة في لما أطلب منها تسوي أشياء مختلفة عن بنتي الأصغر منها. صحيح. That's the only يعني اللي سبب عندي شوية. والشيء الثاني كاتبين ناراً وليس نادراً. شكراً. مرات شكراً جزيلاً على هذه النقطة جميلة. مرات كآباء وأمهات نحتاج إن إحنا نقيم نفسنا بشكل عام، بعدين بشكل خاص مع كل طفل، إنه حقيقي كل طفل قصة مختلفة عن الثاني، وإن سعيكم لشتى، بالأخير كل إنسان له شخصية مختلفة. فمرات من الجميل إنه أنا أخذ نفس هذه الأسئلة وأقيم نفسي على الأول، بعدين أعمل تقييم الثاني والثالث والرابع، وأعرف أنا مع أي طفل عندي تحدي أعلى ومع أي طفل سهل، وهذا يساعدني يعني يساعدنا كثير. ومرة جميل إنه زي هذه التقييمات أو زي هذه يعني الأسئلة تكون حوار ما بين الوالدين. يعني مرات ما يحكوا الوالدين مع بعض إلا لما يعني الفاص يطيح في الرأس على قولهم، إلا لما تصير المصيبة ولا تجينا شكوى ولا الولد يوصل لمرحلة ديك الساعة يبدأوا يحكوا. مظبوط. لكن حلو إنه لحظات الصفا، ودائما نعمل أو خلينا نقول once a month ولا كل ستة شهور نجلس ونسوي جرد على التربية، يلا تعال نشوف هذا الولد الأول الثاني الثالث يعني. وهذا كثير حتى يقرب العلاقة العاطفية والاجتماعية والفكرية ما بين الأب والأم. عندي سؤال عام، كم واحد فيكم مثلا مرة بالشهر يسوي برايفت تايم أو وقت خاص بينه مع يعني هو وزوجته أو الزوج وزوجته من غير الأولاد، وتكون ساعة حوار accountability محاسبة على كل اللي فات الشهر اللي فات؟ من يسويها يرفع إيده. ثلاثة أربعة.
كم مرة يعني؟ كل أسبوع؟ لما تحصل حاجة، إحنا ودنا لما ما تحصل حاجة يبقى قبل يعني هو الكوارث قبل الكوارث يعني إحنا نسميه private time، هذا يكون مع الأولاد، مرات يكون معك أنت وزوجتك يعني مثلاً، يكون في accountability، كلام حلو، وبنفس الوقت يكون في محاسبة على الأداء خلال الشهر اللي فات. أنا شفت في نسبة يعني ثلاثة أو أربعة، فيعني علشان تعطيكم الصورة أن هذا شغلة قد تكون مهمة جداً، خاصة مع الاستبيان هذا راح ترفع عندكم الوعي بالنسبة لها. برضو أضيف على دكتور بسام، أذكر مرة كنت بالكويت بقدم برضو دورة للوالدين، فكان شرط الحضور إنه كل أب وأم يكونوا مع بعض، فمن ضمن التمارين طلبت من كل أب يكتب أجمل ما في زوجته كأم، وكل أم تكتب في زوجها أجمل ما في زوجها كأب. فالمفاجأة إنه لأول مرة يحس إنهم هم حيفكروا في الحتة دي ويتكلموا عنها ويكتبوها. يعني مرات إحنا ماشيين بالحياة بزحمتها، أنا أعرف إنه زوجي طيب حنون كريم، بس ما سبق حكيتها له، ما سبق يعني نطقتها كتبتها. فهذه برضو من أجمل التمارين. والكان الجميل برضو إنه بعض الآباء والأمهات تفاجأوا بصفات حلوة فيهم هم ما كانوا يعرفوها. يعني الأم اكتشفت إنه والله فيها ميزة أنا ما كنت أدري عنها، بس هي حلوة كانت في عين زوجي وشايفة. فهذه من ضمن الأشياء اللي تكوي، لأنه بالأخير الأسرة شركة. فتخيلوا شركاء في بزنس لا يعملوا جرد لحسابات ولا يقيموا شركتهم وماشين مستعجلين، إلا ما الشركة في يوم من الأيام حتواجه صعوبة أو عدم يعني التقييم المستمر رح يأثر بشكل أو بآخر. إذا انتهينا من هذه النقطة بالنسبة للأسئلة، في سؤال ثاني؟ ننتقل إلى سؤال مهم جدا، وهو هل تعتقدون أن التربية مرهقة؟ متعبة؟ لا، اللي يعتقد يرفع إيده. هل تعتقدون أن التربية فيها كثير من تسبب الكثير من القلق؟ ستريس اللي هو الضغط النفسي. هل يعاني بعض الآباء فترات من الحزن أو الاكتئاب؟ إذن هناك كثير من الاضطرابات النفسية. لكن السؤال، هل في أحد منكم قرر إنه يروح يطلب مساعدة علشان الإرهاق أو الضغط النفسي اللي قاعد يعاني منه؟ نعم، في يعني نسبة قليلة جدا. ترى هذه النسبة ليست فقط في مجتمعاتنا وإنما في أغلب المجتمعات. شوفوا الدراسة هذه، هناك 60% من الآباء يعانون من اضطرابات نفسية بسبب التربية أو بأسباب أخرى، لكن للأسف 100% منهم لا يطلبون المساعدة لأنهم يعتقدون أن هناك إحراج أو خجل أو أنهم سيقيمون بطريقة سلبية ولذلك ما يطلبون المساعدة. وهذا أخطر ما في الموضوع، أن الآباء يعانون لكن لا يطلبون المساعدة ولا يوجد من ينتشلهم من هذه المشاكل، أو إحنا لا نسميها المشاكل، إحنا نسميها challenges، اضطرابات. لأن في علم CBT أو Cognitive Therapy، كل ما أقنعت نفسك أن هذه مشكلة ما راح تطلع منها، أقنع نفسك أن هذه تحدي challenge أنا راح أطلع منها، لكن يحتاج بعض المهارات السكيلز علشان اطلع منها. السكيلز هذه ما تجي من يوم ليله. نعم القراءات مهمه، لكن القراءه راح تعطيك جزء. حضور الدورات، حضور الاستشارات النفسيه، الجروب ثيرابي، الجلوس مع الناس العاقلين احيانا توصلك الى مرحله مهمه. اضافه الى هذه المشاكل او الاضطرابات النفسيه والضغوط النفسيه، المجتمع العربي الاسلامي في الولايات المتحده له تحديات خاصة. باعتقادكم قبل أن ننتقل إلى الجورنال أو الأرتيكل اللي راح أتكلم عنها، شنو التحديات اللي نواجهها كعرب ومسلمين في هذا المجتمع بالنسبة للتربية، بالنسبة للأولاد؟ طبعا أي زوجين بينتقلوا من الميدل إيست يجوا على مثلا على أوروبا أو يونايتد ستيت، طبيعي في ديفرنس في كلتشر، ديفرنس في بيهيفير، مش هتيجي هذا في يوم وليله. واحد واصل اخريه الدرج وانا لسه بمشي في اول الدرج. فهو حتى لو ان الانسان اللي يجي عنده شهاده كواليفايد ايدوكيتد، انا بحكي عن الاب والام،
بيتطلع على الناس ليش هذول يمشين بسرعه وانا ايش ناقصني انا مثلا في المجتمع لما انا يعني بعيش مثلهم بمشي بياكل زيهم ايش ناقصني عشان اعمل زيهم. فهذه بتولد للشخص العربي اضطرابات نفسيه. صح. فما بحكي على الطفل، بحكي على الاب اللي هو السلام عليكم. انا جيت للبلد هذا قبل 43 سنه وكانوا ابنائي لسه اطفال يعني سنتين وسنه ونص، وكان مشكلتنا انه كيف نقنع اولادنا بالنسبه للاعياد الكريسماس ما كريسماس وحاجات زي هاي. فكان الموقف اللي استعملناه بانه ما دام شيء لا يتعارض مع الدين نتساهل فيه، وان كان في تعارض مع الدين هذا ما يصير. فالان انا ابناء يعني عندي ولد عمره 43 سنه وعندي اصغر بنت في بناتي عمرها 27 سنه، فكل يعني بالنسبة لي انتهى ومضى. ولكن الحمد لله في شيء كانت مرات زوجتي تضطر على القصف على الأولاد بما في يعني معقولية. فالآن بناتي بعد ما خلف أولاد وشيء الآن دائما يشكروا الأم، يقولوا لو أن الأم كانت يعني شوية لوس. ما بنشوف بنات غيرنا في روح مقاهي ومحلات وشيشة وبلاوي. فنشكرك يا والدتنا على ما عملتينا فيه لحد الآن وينقلوها لأولادهم إن شاء الله. أحسنت. فالنقطة الأولى اللي ذكرها أخونا أن هناك صدمة في الثقافات، صدمة في العلم وين وصلوا للناس في المجتمعات. النقطة الثانية ذكرها أن كيف نتعامل مع التغير الثقافي أو الاجتماعي من ناحية الدين، من ناحية الثقافة، هل نكون شديدين أو نكون لوز أو نكون بين البين كما ذكر أخونا. صراحة الحمد لله أنه أولادنا يعني أقنعناهم أنهم مسلمون، بالأخص بناتي مسلمات، فهم اقتنعوا أنهم مسلمات 100%. أوكي، هذا ليس به نقاش. هم يعرفون مثلا أن احنا لازم نصلي 5 أيام في اليوم، ويعرفوا كمان أن احنا لازم نصوم رمضان، فهذه أشياء لا غبار عليها. المشكلة هو لما يجي الهالوين، هذه هي أعظم مشكلة، لأنه بناتي في سن يعني صغير 10 سنين و12 سنة، فكيف نقنعهم إنه أنا عن نفسي أنا مش مقتنعة إن الهالوين حاجة ممكن أروح أدقدق على الناس. يمكن معظم الناس مختلفين معايا في هذه النقطة، إني أدقدق على الناس وأطلب منهم حلويات مثلا، أن هذه حاجة أنا ما أتقبلهاش في دماغي، فما أتقبلهاش على بناتي. فعندي مشكلة مع بناتي، كل ما يجي هالوين لازم أحمل همه شهر كامل. ليه يا ماما ما نلبس كاستيم وليه ما نروحش ما نعمل مثلا تريك اور تريت؟ انا ما بحبهاش، انا بقول لهم انا عيد الشياطين مش مقتنعين معايا، فلازم يعني انا لازم اخترع لي حاجه في هذا اليوم عشان ما اكونش يعني ما اشاركش في الـ في الـ في الهالوين. بس البنات بيلوموني انه احنا لا يعني ماما هذا اتس نوت ريليجن ومش عارفه ايش مامي ات جست كاندي. اوكي يعني انا بوديهم على تارجت، والله كل واحده بتخرج كيس مليان حلويات عشان يعني ما يطلبوش حلويات. انا مش عايزاهم مثلا يربوا فكره انهم يطلبوا حلويات. ميبي ام رونج. وكمان عندنا اشكاليه ثانيه من غير الهالوين، عندنا اشكاليه الملابس. فلما يجي الصيف انت تشوفوا يعني البنات هنا كاسيات عاريات which is their business I don't care. بناتي يحبوا مثلا انهم يلبسوا مثلا هذه الشورتات في المدارس مع انه عارفين انه في خط احمر. هم اوكي يعني بيسمعونا عشان احنا يعني ابائهم، لكن تحسيهم في نفسهم انهم مش مقتنعين. فيعني انا عايزه كيف نقنع بناتي انه اوكي البسي الشورت اللي انت عاوزاه في البيت، بس برا لا، بيعملوها بيسمعوا كلامي الله يرضى عليهم، بس بحس بيهم انهم مش مقتنعين. فهذا اللي انا عايزه، انا كيف اقنع بناتي وكيف هم يقتنعوا بكلامي من قلبهم مش عشان يطيعوني عشان انا امهم. بس هذا اللي انا لسه بتصارع فيه. واضح ان في حرقه يعني داخلي. طيب بس يعني اضيف نقطه على اللي قالتها. هذه المشاكل من هذا النوع وغيرها من المشاكل احنا دائما نحطها تحت مظله تحديد الهويه. فاحنا يعني احنا بالاخير هدفنا الاخير ان احنا نبي نشكل عندهم هويه اسلاميه يعتزوا فيها يفتخروا فيها، وبدون رقابتي بدون تواجدي انا ما اضمن انا متى حكون يعني الى اي مدى انا حكون متواجده معاهم. تشكيل الهوية لما نطالع فيها من منظور علم النفس وعلم الاجتماع صارت آلاف الأبحاث عليها. هعطيك الكونكلوجن الخلاصة. بناء الهوية عند الإنسان زي بناء الإنسان نفسه. يعني أنت لما تولد الطفل الرضيع
ما راح يقوم على رجوله ويمشي ويصير طبيب ويشتغل، حيمر بمراحل لحد يوقف على رجوله، لحد انه يكون يستقل. كذلك الهوية، الهوية تمر بسبعة مراحل، واللي بتحكي عليها دي واحدة من المراحل اللي أولادك واقفين عندها، لسه ما وصلوا للمرحلة السابعة، هم لا زالوا في واحدة من المراحل. لكن يهدي على نفوسنا كثير كآباء ومات، خاصة في مجتمعات زي لما نعيش في مجتمع يختلف تماماً عن مجتمعنا، يعني إحنا عندنا باكراوند يختلف عن البيئة اللي هنا. أنا لما نعرف هذا التدرج، لما أعرف مستويات بناء الهوية وأمشي جنتلي مع أولادي فيها، أطلعهم من المستوى الأول للثاني للثالث، ولا بد إنهم هم عند كل مستوى يأخذوها بشبع. يعني الطفل لما يحبي ما ينفع أقول له خلاص أحبي أسبوع وأمشي بكرة، نخليه على راحته، خليه يحبي لين يقوع عظامه ويبدأ يمشي. لما يمشي ما حأقول له قوم أجري خلاص ترى صار لك أسبوع بتمشي، يعني أجري على راحته لين يطلع للي بعده. كذلك الهوية لجل تنضج لابد أنها هي تمر بهذه الصراعات. أنا لما درست هذا الشيء ساعدني كثير مع أطفالي، لما أشوف هذا الصراع النفسي اللي أنت حكيتي عليه، هذا جزء من النضج. فيعني كوني ممتنة لأنهم هم لابد يمروا بهذا الصراع النفسي عشان تنطبخ الهوية، إذا حنعطيها مصطلح عامي، عشان تنطبخ الهوية لازم تمر بدي المراحل. ولعل إن شاء الله نفرد يوم كامل نحكي فيه على السبع المراحل وكل مرحلة إيش يميزها وإيش صعوباتها وكيف أشيلهم بهدوء على المرحلة اللي بعدها. لكن بس بهدي على نفسك إنه هذا الجزء طبيعي، الصراع إنه أمي تقول شيء بس المجتمع يقول شيء، هذا الصراع لازم يعيشه عشان تنضج هويتهم، وإحنا عشناه لما كنا بعمرهم. تفضلي. في هنا كان إيه؟ يعني الكلام يمكن يكون related to her. عندي بنتي عمرها 13 سنة، ف يعني يمكن عارفين دي تينيجر، يعني دي عايزين يعملوا كده يطلعوا مع صحباتهم هيك. فدائما أنا عندي ساكنة في area all of them is like American white people، ما عندي مسلمين كتار، فعندي big challenge معاها. يعني كل مرة هي عايزة تطلع مع صحباتها، أمي صحباتي الليلة عايزين يروحوا كده، عايزين يحضروا موفي، عايزين يعملوا. فدائما انا بقول لها ما بعرف، لو انا بوديك يعني ما بخليهم هم يشيلوها، فبقول لهم خلاص invite them I will take you to the movie، ادخلهم الموفي يحضروا وبرجع معاها بعدين. فدائما هي تقول لي يعني انا I'm 13 you know like خليني اروح مع صحباتي، يعني ما تكوني وراي كل يوم. ف I don't know يعني عايزه يعني ممكن يكون في يعني انا too much معاها، ولا يعني توني رايكم كمان انتوا يعني هذه. إن شاء الله إحنا عندنا جزء كبير اليوم في الدورة، حنحلل كل مرحلة عمرية، نفهم كيف هم بيفكروا إيش بيشعروا، فبالتالي أنا كيف أحتوي هذا الشيء إن شاء الله بإذن الله. وآخر الدورة عندنا تفصيل، يعني إذا في لا زال أسئلة عالقة في راسكم آخر إن شاء الله المحاضرة. أعتقد من أعظم التحديات للآباء المسلمين في هذا المجتمع هو عدم معرفة حقيقة طبيعة المجتمع. في الدراسات اللي موجودة حول الأمريكان مسلم يوث، الريسك بيهيفير عند المسلمين موازي أو قريب جداً من الريسك بيهيفيرز عند المجتمع ككل. فعندنا دراسة مثلاً، أنا ممكن ذكرت لحضرتك أنه في حوالي 60% من الأولاد المسلمين اللي في الجامعة مارسوا الجنس خارج الزواج طبعاً، أو جربوا قضية الشرب أو المخدرات. فمثل ما موجودة في المجتمع نجد أنه هذه الأمور موجودة في المجتمع المسلم، ولكن المشكلة التحدي أنه الآباء لا زالوا مش واعين لحقيقة ما يفعله الأطفال. أنا أشوف هذا من أكبر التحديات حقيقة. وكأب أنا التحدي قريب جدا من التحدي اللي ذكرته الأخت، إنه كيف واحد يربي الطفل إنه يفعل شيء مش لأن أنت طلبت، يفعل شيء لأن هو مقتنع أو هي مقتنعة بهذه المسألة. فمثلا بنتي سمية الكبيرة لما قررت تلبس حجاب هي عمرها 12 سنة، أنا أصريت عليها أن لا تلبس لحد ما هي مستعدة، قلت لها إذا مش عايزة تكملي لا تلبسي الآن، إذا
يعني حتى تعرف قضية الحجاب هو ليس فقط طرحة واحد يلبسها، هي مسألة يعني خيار اتخذته. فبنتي شفاء لبست أبكر أيضا من سمية لأن قلدت أمها وأختها، بس حبيت أحاول. فهي الاقتناع بما يفعلونه عن وازع نفسي وليس عن إجبار من الآباء، هذه تحدي كبير. أحسن. في نقطة جوهرية ذكرتها، عامل الوقت. يعني أنت كان عندك الصبر في استيعاب عامل الوقت. إحنا مرات نستعجل ونبقى يلا أنا قلت اتحجبي اتحجبي بدون ما نعمل لعامل الوقت إنه يعني يكون، وزي ما ذكرت من طفل لطفل فعلا يختلف. وفي موضوع ثاني مهم، عفوا، وموضوع ثاني مهم هو موضوع الحب. يعني الولد أو البنت إذا ما حبوا الأب والأم ما راح يأخذوا منهم ولا شيء، لكن إذا كان في حب وصبر وحلم على الأخطاء وعدم قطع جميع الحبال، يعني مهما أخطأ أنا راح أظل موجود لك، إذا في أي شكوى راح ترجع لي، أي شيء بعد ذلك يأتي يقتنعون فيه. فهذا موضوع مهم جدا، يعني راح نتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل. صحيح، هو مثال بس سريع على الحب المشروط والغير مشروط. يعني أنا أذكر في واحدة من الأمهات كنت بشتغل معها فترة طويلة، يعني لأنه عندها مشاكل كتير مع بنتها بالبيت، فلما بقولها كيف تقولي لها حبك، قالت لي والله لما ترتب غرفتها أقول لها، هي مغربية، تقول ها هكا أنا حبك يعني كده حبك، فربطت حبها بترتيب الغرفة. فالبنت لو في يوم مكسلة، والمراهقين يكسلوا كتير، معناته حيطلع عند البنت قلق إنه الآن أنا غير محبوبة، الآن أنا فقدت الحب، وهذا يهز النفس. حتى إحنا يعني حطوا قيسوها على نفسكم، لو زوجك لو زوجتك اشترطت عليك شروط معينة وأحبك، لو ما في دي الشروط ما مزعج وغير آمن عاطفيا. فهذه نقطة كمان جوهرية، إنه مهما أخطأتوا يظل الحب قائم ويظل نعبر عنه بدون أي شروط. سؤال صغير، هو ما دور العلم والمعرفة؟ يعني تحاول توصل للطفل من خلال المعرفة، مشاركة معهم بالأمور الأساسية. لماذا أنا مثلا فرضا ما بسمح لهم يروحوا على هالوين، from an Islamic point of view، لماذا الحجاب مثلا بفرض على بنتي أن تلبس الحجاب؟ الإقناع، يعني كيف تقنعهم؟ أنا أضيف على نقطة يعني عمنا الفاضل، يعني نقطة جميلة ذكرتها، إنه المعرفة. في نقطة يعني من أجمل الأشياء اللي هي تخلينا فعلا نلتزم بهويتنا، وهذه اللي الرسول عليه الصلاة والسلام اتخذها منهج مع الصحابة. يعني طول العهد المكي ما كان فيه لا حجاب ولا فرائض، ما كان فيه فرائض. بالضبط بالضبط، عهد مكي وبعدين عهد مدني، فالعهد المدني جات فيه الفرائض. طب ايش كانوا يسووا في العهد المكي؟ كانوا يتعرفوا على الله اكثر. سؤال، كم مره حكينا مع اطفالنا، مع بناتنا المراهقين، مع اولادنا عن اسم الله المؤمن اللطيف المهيمن؟ كم مره خليناهم يعرفوا اصلا مين هو الله؟ كثير شفت اطفال مسلمين هنا بامريكا يعني يعرف ان الله خلقني وحيدخلني يا جنه يا نار، بس ما يعرف اكثر من كده. فإذا ما عرفوا ما حيحبوا، بالتالي ما رح يطيعوا. ففي جهد كبير قبل ما أنا أقول لها يجوز ما يجوز، في مرحلة كاملة أنا أسميها عهد مكي. سبحان الله، مع الأطفال يعني لو نجي نشوف، يعني الطفل متى تنفرض عليه الفرائض؟ على 12 سنة 11 سنة. إذا أنا عندي 11 سنة عهد مكي مع أولادي، بعدين يكون جاهز عاطفيا ومعرفيا إنه يأخذ العهد المدني اللي هو الفرائض. طبعا اغلب التحديات اللي ذكرتوها هذه موجوده في الجورنالز، موجوده في الارتكلز، ان هي التحديات اللي يواجهونها العرب ويواجهونها المسلمين، هي بين التحديات الاختلافات الثقافيه والدينيه والاخلاقيه والاعلاميه احيانا. يعني فهذه التحديات، يعني هو عنده تحديات في التربيه وبنفس الوقت عنده تحديات في المجتمع نفسه، فيعني قاعد يواجه هذه الصعوبات. وانتم ذكرتوا بعض التحديات اللي قاعد تواجهونها، وهذه تحديات معتبره. لذلك اذا تبون نخلي في بريك او فاصل لمده 15 minutes او 10 minutes، وبعدها نكمل ان شاء الله.